بسم الله الرحمن الرحيم. شوف نحل هاي المسألة اجتني من بعض الطلاب. يعني أنا أول ما فكرت فيها قلت خليني، لأنه شوف طالع هون اثنين أستاذ لبسين وكذا، بالأول بحاول أطبق قوانين الأسس عليها على السريع. طالع هون بقول نهاية سين تقول لاثنين، لاثنين أس سين زائد اثنين أس ثلاث ضرب اثنين أس سالب سين، لأنه هاي عبارة عن إيش؟ لما نجمع، لأنه في الضرب نجمع الأسس، ناقص ستة الكل على نفس الكلام. هاي بقدر أكتبها اثنين السالب نص سين، أو إذا بدكم نكتبها بطريقة أفضل عشان تعطيني إيحاء للفرض، هي اثنين السالب سين الكل أس نص، اثنين السالب سين الكل أس نص، ناقص اثنين أس واحد ضرب اثنين السالب سين. بعدين على طول فكرت فيها إني أفرض إنه صاد تساوي سين اثنين أس سالب سين، لما سين تقول لاثنين صاد تقول لاثنين أس سالب اثنين، يعني تقول إلى ربع، ومنها اثنين أس سين تساوي واحد على صاد. هاي سهلة جدا إنك تستكشف هذه الطريقة. الآن استبدل، خلي كل شيء صاد، بتصير نهاية صاد تقول لي ربع لا واحد على صاد اللي هي اثنين أس سين زائد ثمانية اللي هي اثنين أس ثلاث ثمانية صاد ناقص ستة. لحظة أنا قاعد بحاول أخلي أصير كثيرة حدود، بصير هنا اثنين أس سالب سين اللي هي صاد أس نص أو جذر صاد زي ما بتحبه، ناقص اثنين صاد. يعني قربت المسألة تزبط. طبعا هنا الخطوة اللي وراها عملتها أني وحدت مقامات على البسط ونزلت الصاد لتحت، صارت صاد أس ربع. هنا راح تصير من واحد مقامات راح يصير البسط صاد تربيع زائد ثمانية صاد، لا إيش صاد تربيع غلط، إحنا من واحد مقامات هنا راح تصير هاي واحد زائد ثمانية صاد تربيع ناقص ستة صاد الكل على صاد، راح تضرب في اللي تحت صاد في صاد أس نص ناقص اثنين صاد. الآن عند هنا تقريبا، طبعا لو عوضت الربع راح يطلع صفر على صفر. ايش راح اسوي هون في هاي الحالة؟ راح افرض كمان مرة انه عين مثلا تساوي صاد أس نص عشان اخلص من الصاد أس نص اللي موجودة هنا، وبعدين منها لما صاد تقول الى ربع عين تقول الى ربع أس نص، يعني عبارة عن جذر ربع اللي تساوي نص، جذر ربع تساوي نص، ومنها صاد تساوي عين تربيع، مظبوط؟ نقول لو ربعت الطرفين بالعبارة الأولى هون، ربعت الطرفين بيطلع صاد يساوي عين تربيع، ومنها صاد تربيع تساوي عين أس أربعة. استبدل أشوف، خلي كلها عينات بتساوي النهاية، لما عين تقول لا نص، عين تقول إلى نص، لواحد زائد ثمانية عين أس أربعة ناقص ستة عين تربيع على عين تربيع في عين ناقص اثنين عين تربيع. توقع عند هون صارت المسألة بسيطة، صارت كلها كثيرات حدود، وبتقدر تتأكد أن شغلنا صح لما تعوض النص في البسط والمقام المفروض يعطي صفر على صفر. خلاص هذه أصلا كأنها تقول إلى عبارة تربيعية، فبصير نهاية عين تقول إلى نص، الثمانية عين تربيع بتتحول إلى أربعة عين تربيع ناقص واحد في اثنين عين تربيع ناقص واحد. نتأكد أي ثمانية عين أس أربعة هي ناقص أربعة وناقص اثنين، هون بطلع زائد واحد ناقص أربعة وناقص اثنين بطلع ناقص ستة، انتهت المسألة أتوقع. وبنأخذ العين هنا عامل مشترك، بصير عندنا عين تكعيب، وخذ السالب كمان عامل مشترك، بصير عندنا هنا اثنين عين ناقص واحد. طيب بس نحلل هنا، هذه نقدر نحللها لاثنين عين ناقص واحد
اثنين عين زائد واحد اختصر وعوض، تلاقي المسألة انتهت. أتوقع بطلع الجواب النهائي 8.